اليوم اثناء حمله تعريف التكاتك برئاسه مجلس ومدينه تميل امديد تحت رعايه السيد رئيس المجلس الاستاذ متولي ابو عال، المهندس محمد حسن، الاستاذ وائل مدير المتابعه، دي يا جماعة استنى دي يا جماعة عشان تعرفوا أسعار التكاتك داخل المدينة 5 جنيه، وده ينطبق على داخل مركز مدينة تميل أمديد أو القرى، يعني أنت داخل قرية البيضة، كفر الأمير، القرى دي داخلها 5 جنيه، ما تدفعش أزيد من 5 جنيه. طيب يختلف معاك السواق ويقول لك لا انا مش واخد ال 10 15، انت ما تزعلوش ولا تمسك فيه، خد رقم التوك توك او اسمه وبلغ بيه، واحنا ان شاء الله هيتحاسب، وهو بنفسه اللي هيرجع يتندم ان هو زعلك. ده المواطنين تساعد الناس يا جماعه. عشان اللي ترش ورا ده على اساس بيتاخد بيانات التوك توك، لا قدر الله حد نسي امانه معاك نيجي مجلس المدينه كله اتصل بيك، وفي نفس الوقت تلتمس وتلتزم بالتعريفه اللي اصبر اصبر حبيبي عمر بن الخطاب. تعالى تعالى عليا كده، عربيات من دي يا ريس، رئيس عربيات مين؟ بيطلع يابا بره اهو.